يقول: من يقول بأن الاستعاذة بالمخلوق جائزة وليست شركا بشرط أن يكون المخلوق حيا حاضرا قادرا، فهل قوله هذا له وجه؟ الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، لا تكون إلا لله عز وجل. أما الاستعانة، في فرق بين الاستعاذة والاستعانة، تستعين بمخلوق يقدر حاضر عندك لا بأس، أما الاستعاذة ما تستعيذ إلا بالله عز وجل، لأنها نوع من أنواع العبادة. نعم.